طيب نعود إلى الأسئلة، راح غالب، إذا نعود إلى الأسئلة. هذا يقول: متى أبدأ في حساب الزكاة؟ عند تمام الحول، إذا تم الحول على المال فإنك تخرج الزكاة عند حلول الحول، طيب وإذا كان أو في الحبوب والثمار عند الحصول عليها، وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. وإذا كان راتب شهري يا شيخ؟ إذا كان راتب شهري فإنه يجعل له موعدا من السنة يخرج زكاة ما اجتمع لديه، وتبرأ ذمته بذلك، وهذا أسهل عليه أيضا. نعم.